تعرفت شعبة الحبوب على مستوى الولاية قفزة نوعية، حيث كل موسم نسجل ارتفاع في المساحات المخصصة لهذه الزراعة. الأهداف التي سطرت بالنسبة لموسم 2024-2025 هي 2000 أزيد من 2000 هكتار مخصصة لزراعة الحبوب. الاتحاد الجهوي للتعاونية الفلاحية بولاية جيجل وفر جميع الإمكانيات واتخذنا جميع الإجراءات والتدابير الكفيلة بنجاح هذا الموسم، على غرار توفير جميع المدخلات من بذور وأسمدة الموضوعة تحت تصرف الإخوة الفلاحين، كذلك الجيشي يونيك اللي هو هذا الشباك الموحد المفتوح امام الاخوه الفلاحين من اجل توفير كما نقولوا الدعم المالي لهذه العمليه، اضافه الى العتاد الفلاحي الموجه خصيصا للاخوه الفلاحين الذين لا يمتلكون عتاد.